الكثير عانى من العملات الرقمية وكيف اشتراها في قمة السوق وكان راكب رولي كوستر وقطار الموت، هذا كله محافظ على العملات الرقمية خلال رحلة الهبوط من قمة السوق إلى الأرقام اللي احنا نشوفها اليوم. الكثير كان محافظ على هذه العملات برغم من نزول السعر يوم ورا يوم. فأكثر سؤال جاني وبرد عليه، هل عملاتك الرقمية المنهارة راح ترجع ترتفع؟ راح نجاوب على هذا السؤال في حلقة اليوم، وأيضا في نهاية الحلقة راح نشارك بعض التشارتات لبعض العملات البديلة على وجه خاص. أنا ما راح أتكلم عنك أو عن عملاتك الرقمية أو فلوسك، لأن في النهاية هذا قرارك ومسؤوليتك الشخصية وحدك، ولكن أنا أعبر عن وجهة نظري وليس نصيحة. أيضا أتحدث عن لو أنا كان عندي مثل هذه العملات الرقمية واحتفظت فيها من قمة السوق وإلى الآن وهي كل يوم تنزل، هل راح ترتفع أم لا؟ هل راح أبيعها أم لا؟ فخلينا نتفق على شيء قبل ما نبدأ الحديث في بعض التقنيات أو بعض التكنيكلز. إحنا عندنا البيتكوين وكل شيء غير البيتكوين. كل شيء غير البيتكوين هذه اسمها ألت كوينز أو عملات بديلة، حتى الإيثيريوم يعتبر عملة بديلة. وهذه العملات البديلة بحر جدا كبير، في اللارج كابس رأس مالها كبير، وفي الميد كابس اللي رأس مالها متوسط، وفي السمول كابس اللي رأس مالها صغير. في منها الميمز والعملة اللي ما لها أي مشروع وهي عبارة عن مزحة، وفي العملات اللي فعلا لها مشاريع قوية. فصعب انك تحط قاعدة عامة، ولكن راح احاول اقصى ما في وسعي اني افصل في هذا الامر. خلينا اول شيء نطلع على تشارت التوتال 3. التوتال 3 هو رأس مال السوق ومن دون البيتكوين ومن دون الإيثيريوم. ليش؟ طيب انت قلت الإيثيريوم عملة بديلة، ليش ما اضفتها مع باقي العملات البديلة؟ لان الإيثيريوم حالة خاصة زي ما انت وانا نعرف، واصلا يعتبر كأنه بلاتفورم يبنى عليه مشاريع مختلفة. فوضعه مع باقي الكريبتو كاب، وضعه داخل هذا التشارت، ما راح يخليه بالدقة العالية. لذلك طلعت البيتكوين والإيثيريوم، وخلينا نركز على رأس مال السوق من دونهما. أول حاجة حنلاحظها إن إحنا كسرنا ترند تاريخي استمر من 2020 مارس، وزي ما تشوف كسرنا هذا الترند التاريخي بشكل واضح وصريح في 2023 من شهر مايو. فأنا صراحة ما أدري في تلك الفترة أو حول تلك الفترة كيف كانت الناس لا تزال تنادي بالعملات البديلة. أيضا النقطة الثانية اللي راح نلاحظها في التشارت إنه عندنا lower highs، عندنا قمم منخفضة متتالية. احنا عندنا ترند هابط واضح وصريح، ما في اثنين يختلفوا عليه. ثالث شيء نشوف الديسندنج تراينجل او مثلث الهابط اللي تشوفه امامك على التوتال 3، هذا ايضا مؤشر غير جيد. طبعا انا فقط قاعد اتكلم عن الفنيات، التقنيات، التكنيكلز، ما راح اتكلم عن الركود والتضخم وما الى ذلك، لانه ممكن في بعض الناس طفشت من هذا الكلام واحنا فصلنا فيه كثير. من وجهة نظري البسيطة والمتواضعة، عاجلا ام اجلا سنقوم بكسر المثلث الهابط هذا لعدة اسباب، من ضمنها اولا عندنا fair value gap هنا، ثاني حاجة كسرنا الترند تاريخي، ثالث حاجة قمم منخفضة والترند هابط واضح وصريح. فكسر المثلث الهابط هذا وأيضا الدعم اللي تشوفه أمامك هذا والتداول تحته وارد جدا. خليني أشرح لك بطريقة بسيطة. تعرف أن عدد العملات الرقمية اللي موجودة عندنا في السوق حاليا هي تقريبا 10,000 أو 9,300 عملة. بإيش دخل هذا الموضوع في رأس مال السوق؟ أنا أشرح لك. تخيل أنك أنت متزوج وعندك 3 أبناء، كل دخلك من وظيفتك أو من مشروعك أو تجارتك رايح لزوجتك وأبنائك. بكرة تحمست وقلت خليني أتزوج الزوجة الثانية، وتزوجت الثانية وجبت منها 3 أبناء آخرين. الآن نفس الدخل اللي أنت بتستلمه كموظف أو من تجارتك أو أياً كان، بدل ما كان متوزع على زوجتك و3 أبناء، الآن أصبح متوزع على زوجتين و6 أبناء. إيش راح يصير في الوضع المادي والاجتماعي لزوجتك الأولى وأبنائها؟ راح وضعهم الاجتماعي والمالي قل. ليش؟ لأنه أنت عندك تقريبا نفس السيولة اللي كانت تدخل عليهم الآن أصبحت تدخل عليهم، ولكن منقسمة على ناس آخرين. فإيش نستفيد من هذا الدرس؟ رقم 1 لا تتزوج زوجة ثانية. رقم 2 إحنا حاليا عندنا سيولة إكس موجودة داخل السوق، فلما هذه السيولة تنقسم على 1000 عملة أو 2000 عملة غير لما تنقسم على تقريبا 10,000 عملة. عدد العملات كل يوم في ازدياد، والسيولة قاعدة تنقسم عليها كل يوم أكثر فأكثر، فهذا منهك السوق بشكل جدا كبير. نشوف تقريبا نشفان في السيولة اللي موجودة داخل السوق، وإحنا نعرف أن الأسواق أو أسواق المال تعتمد على الانفلو والاوتفلو، على الداخل والطالع. أنت بالتالي العنصر الرئيسي الأول عندك اللي سبب هبوط الأسواق أو انفجارها هي السيولة. فعلى أي حال إذا تحقق هذا الكلام وكسرنا فعلا هذا الدعم وتداولنا تحته، أرى هبوط تقييم السوق من دون البيتكوين والإيثيريوم طبعا في التوتال 3
إلى تقريبا 80 مليار دولار أمريكي، وهذا راح يؤذي العملات البديلة بشكل جدا كبير. خلينا الآن نطلع على تشارت الإيثيريوم، بغض النظر عن زوج الإيثيريوم بيتكوين اللي تشوفه أمامك واللي هو قاعد يكون قمم هابطة والترند هابط واضح وصريح من 2022 سبتمبر. خلينا نروح للإيثيريوم مقابل اليو اس دي. أنا ما راح أقدر أفصل لك فيه كثير، فلو تلاحظ التشارت موجود أمامك بشكل بدائي لأنه في معلومات فصلتها في قناة التداول الخاصة، لكن راح أعطيك تلميح عن الصورة العامة بالنسبة للإيثيريوم مقيما بالدولار. الصورة العامة سلبية، لازلنا في ترند هابط سلبي. أنت قاعد تتكلم على فاصل أسبوعي وكل يوم أسوأ من الثاني. عندك أيضا هنا descending triangle. بكل اختصار إذا بعطيك الصورة العامة التي أراها للإيثيريوم، اختبار الألف دولار أمريكي والتداول تحتها أو كسرها وارد. خلينا نتكلم الآن عن الإيدا أو الكاردانو. بغض النظر عن زوج الإيدا أو الكاردانو مقابل البيتكوين، ونلاحظ فيه سلوك جدا مشابه للإيثيريوم بالقمم الهابطة والترند الهابط والواضح والصريح منذ القمم في 2021. خلينا نروح على تشارت الإيدا مقابل الدولار أو اليو اس دي تي. ايضا انا ما راح اقدر افصلك فيه بشكل جدا كبير لانه قد فصل في هذا الامر في قناه التداول الخاصه. بالمناسبه بالنسبه لخصومات اليوم الوطني كلها انتهت من يوم السبت، فلا يوجد اي خصم على اي خدمه على الموقع، ولكن الاخبار الجيده ان الاشتراكات والخدمات الخاصه كلها مفتوحه، تقدر تشترك فيها في اي وقت. تذكر انه احنا ما عندنا اي خدمات خارج الموقع، واحنا ما راح نتواصل معاك ولا انت راح تقدر تتواصل معايا بشكل شخصي. انا اقول هذا الكلام عشان تحذر من المحتالين. عندك الموقع في صندوق الوصف او مثبت في اول تعليق، وتقدر تتواصل مع الدعم عن طريق ايميل الدعم اللي موجود داخل الموقع. نرجع للايدا كاردانو. بالنسبه للكاردانو مقابل اليو اس دي تي سلوك جدا مشابه للايثيريوم. خليني اعطيك الصوره العامه بالنسبه للكاردانو يو اس دي تي. جانب الاخبار اللي حوالين الشركه وبجانب السلوك السلبي اللي انت قاعد تشوفه للكاردانو مقابل اليو اس دي تي، وايضا عندنا هنا هذا النمط السلبي في فاليو جاب حوالين 0.22، اعتقد كسر هذا النمط وكسر هذا الدعم والتداول تحته وارد جدا، وهذا يلخص لنا السلوك العام بالنسبة للعملات البديلة. طيب السؤال الأهم، أنا لو عندي عملات بديلة اشتريتها في القمة ولازلت محافظ عليها إلى الآن، وكل يوم راكب قطار الموت وهي قاعدة تنزل، إيش راح أسوي؟ زي ما قلت لك، قرارك بأموالك هذا قرارك لوحدك وعلى مسؤوليتك الشخصية، لكن أنا لو أني في هذا الموقف فهذا يعني أنه أنا استخرت ثم درست المشروع ثم اشتريت، فبالتالي ما راح أبيع خسارة الآن، خصوصا أن إحنا على نهاية البير ماركت، يعني خلاص باقي بس الغربال الأخير ومن ثم نبدأ إن شاء الله بالإيجابية قريبا. وأعتقد أيضا أن حتى لو فعلا صار هذا التصحيح الكبير على العملات البديلة الذي أراه، فهذه فرصة لن يكررها التاريخ للمشاريع القوية. أيضا أرى بأمر الله تعالى أن البول ماركت القادم سيكون مصحوب بالكثير من الأموال المؤسسية، فسيكون بول ماركت قوي، وراح نشوف مشاريع كثير تنفجر انفجار سعري كبير. وأنا أتحدث عن المشاريع القوية، وأيضا نعم ممكن تطلع عملات رقمية جديدة من دولار إلى 100 دولار تنفجر انفجار سعري في البول ماركت القادم زي ما شفنا في الدورات السابقة. أما بالنسبة للناس اللي تقيس أنه أي عملة رقمية بديلة راح توصل لقمتها السابقة وهذا شيء طبيعي، فالآن يعتبر سعر ممتاز لأنه على الأقل لو وصلت لقمتها السابقة فأنا حققت أرباح، لا أعتقد أن جميع العملات الرقمية البديلة راح ترجع لقممها السابقة. فلذلك اختيار المشروع القوي والتحليل الأساسي جزء لا يتجزأ من الاستثمار، لأنه حتى لو لا قدر الله أنا طحت في مشكلة، طحت في فخ تصحيح أو هبوط في السوق، أنا دارس المشروع عارف قوته من عدم قوته. الآن أنا مهتم أعرف وجهة نظرك، هل تعتقد فعلا أن العملات البديلة راح تصحح لأرقام قياسية أم لا؟ كذا وصلنا نهاية حلقة اليوم، أتمنى أني وفقت في هذا الطرح. إذا حاب تدعم هذه القناة لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، المشاركة والإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات. لا تنسوني أنا والديني من دعاكم، أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.